يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدتنا تصر على أختنا أن تسافر إليها. يقول والدتنا المريضة تصر على أختنا أن تسافر إليها، علما بأنها ستسافر دون محرم بالطائرة ويستقبلها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا تطيع والدتها ولا يأتي ذلك. إن جاء لها محرم تسافر، وإلا تبقى وهي معذورة شرعا.